مقاومة مستمرة والهجوم مستمر، القتل مستمر والتصدي مستمر. النهاردة وإحنا بنتكلم معاكم الأعداد دي ارتفعت، وأنا مش عارف أقول لك عدد. هحاول أتصل بحد من غزة يشاركنا ويقول لنا إيه الأعداد والوضع عامل إيه. بس عموما خلونا نشوف الرواية الفلسطينية لسير الحرب في يومها الجديد، وإحنا داخلين على إحنا في اليوم 58 وقريبين من شهرين من العدوان المستمر على غزة. نشوف مع بعض فيديو ونرجع نكمل حلقتنا. جديد المعارك كما أعلنتها حركة حماس، تدمير 10 آليات والإجهاز على عدد من الجنود من مسافة صفر في إطار التصدي لتوغلات الاحتلال مع استمرار رشقاتها الصاروخية في اليوم 59. قالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إن مجاهديها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان. وقالت أيضا تمكن مجاهدوها صباح اليوم من استهداف 5 دبابات و5 ناقلات جند للاحتلال في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105. كما أعلنت عن قصف كيبوتس نريم بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى وقصف تحشدات للجنود الإسرائيليين شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية. بعض البيانات اللي أعلنتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة رصدناها لحضراتكم، وفي بيانات تانية مثلا في مصدر قيادي في حماس بيعلن عن انسحاب 70% من القوات الإسرائيلية خارج شمال قطاع غزة لفشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة. ده اللي صرح به مصدر قيادي في حماس أو في كتائب القسام الزراع العسكري لحماس تحديدا. إذن 70% تم انسحابهم أو تم انسحاب 70% من القوات الإسرائيلية موجودة في الشمال، وتوجه بعضها إلى الجنوب لأن المعركة زي ما بيعلن عنها إسرائيليا هي الآن معركة السيطرة على الجنوب وتحديدا مدينة خان يونس التي يعتقد أنها بها القيادات والأسرى زي ما تقال قبل كده على مستشفى الشفا، بيتقال دلوقتي على كل مدينة خان يونس. بيعلن بيتر لينر المتحدث باسم جيش الاحتلال بيعترف بصعوبة المواجهات على الأرض في غزة، وبيقول نواجه بقوة ضاربة وبقوة شديدة جدا. عايز أقولك قبل ما نشوف الفيديو بتاعه أن القناة 12 الإسرائيلية بتتكلم أو اتكلم عليها أحد المحللين العسكريين وقال أن امبارح كان هو اليوم الأسود أو الأكثر سوادا في هذه المعركة، واتكلم عن ربما يكون في فقد 25 آلية عسكرية إسرائيلية من جيش لجيش الاحتلال، وأعداد الجنود التي لم يعلن عنها ربما توصل ل75. ده اللي اتكلم بيه أو قاله أحد المحللين العسكريين على القناة 12 العبرية، ودي مش أرقام رسمية أعلنها الجيش الإسرائيلي، ولكن هم أصلا بيشككوا في الأرقام الرسمية للجيش الإسرائيلي من البداية. شوف مع بعض بيتر لينر متحدث باسم جيش الاحتلال واعترافه بصعوبة المواجهات على الأرض في غزة. المستهدف لقوات الاحتلال في قطاع غزة الآن هو الرأس الكبير والرأس الأهم لحماس كما يعلن مسؤول أمني في إسرائيل. بيعلن السباق حاليا على رأس السنوار، إقصاؤه سيغير معادلة إطلاق سراح الأسرى. ده تصريح على موقع ولا العبري. إذن المسؤول الأمني الإسرائيلي يتحدث عن أن السباق دلوقتي لقطف رأس أو قطع رأس يحيى السنوار أبو إبراهيم رأس الحماس في قطاع غزة. قالوا على الأقل لما لو قتلناه وحيدناه من الصراع هيكون عندنا يعني قابلية أو سهولة في الحصول على اتفاقية تبادل أسرى أخف وأكثر مرونة من قبل حماس. ده اللي بيقولوه هناك.